السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، منطقة أسفل الضبط عند المرأة، هل هي من العورة أم ليست من العورة؟ منطقة أسفل الذقن هنا يعني للنساء تغطيها. أنا نختار الرأي القائل بتغطية كل جسم المرأة. الله يسلمك. ما حكم أن النوم ليقضي الله لي حاجة؟ يعني أنام ليقضي الله لي حاجة؟ ما في هذا الباب أي حديث عن الرسول لا يفيد هذا المعنى، إنما ادعوني أستجب لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت أريد أن أطلب منك طلب يا شيخ. تفضل. في بعض المقاطع تنشر على صفحة الفيس الخاصة بك، يعني هي مجتزأة من خطب كنت ألقيتها يعني قبل ذلك، يعني لو يعني يتفضل أي شخص يعني قائم على الصفحة أن يذكر اسم الدرس كاملا يعني حتى نسمعه كاملا. سمعت يا عبد الرحمن؟ مقاطع مثلا، يعني مقطع مثلا كان من يومين أعتقد، اللي هو مثلا لا تبخل بالأمر بالمعروف، لا تبخل مثلا بالعفو عن الناس، فنريد الدرس كامل يعني. حاضر ان شاء الله اكلم الاخوه باذن الله. يعني لو تفضلت يعني يا شيخ، نريد ايضا يعني من يعني نريد منك يعني الله يكرمك يعني ويبارك في عمرك ويزيدك علم، ولك سلسله يعني عن الفقه، الامر بالمعروف يعني والنهي عن المنكر. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. كنت اريد برضو يعني يا شيخ، لو يعني تكرمت يعني، كنت اريد ان اطلب العلم يعني ازورك يعني او كده. شرفنا. يعني التواصل على الرقم الخاص ولا ايه؟ ايه، التواصل على الرقم الخاص. ماشي يا شيخ، شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيك يا سامح. عليكم ورحمه الله وبركاته. حبك الله خالد. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. انا كلمتك امبارح كان بخصوص الصدقه اللي انا عايز اطلعها، وسالت حضرتك كذا سؤال، فمعلش عندي اسئله ثانيه. اتفضل. حاجات يعني فيها كذا راي، وانا عايز اعرف راي الشيخ مصطفى العدوي او اللي بيعمل دي، فان شاء الله همشي ورا رايه يعني. الله يغفر لي ولك. يعني مثلا حكم الفاتحه للماموم، الشيخ مصطفى العدوي بيمشي وراء انور. انا اقراها لكني احكي راي الجمهور. احكي راي الجمهور ان قراءه الامام تجزئ عن الماموم. لمس المرأة سواء أهل جنرية أو غيرها ينقض الوضوء أو لا؟ لا ينقض. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. سؤال بعد إذنك. تفضل. من فترة اشتريت لزوجتي خاتم ذهب عيار 21. طيب. ثم بعد مدة شهر مثلا اكتشفت ان هو عيار 18،
ومعايا الفاتوره من المحل اللي انا مشتري منه. ما الحل مع البائع لما ارجع له تاني صاحب المحل؟ بين له. انا اتعامل معاه بسعر اليوم ولا هو يبدل لي مثلا الخاتم بنفس الجرامات اللي انا بين له يا حبيبي بين له بين له. حاضر هبين له. وهو طيب اتعامل معاه ازاي عشان ما يكونش في شبهه في البيع مثلا انا بديله مثلا فرق ولا هو يحاسبني على السعر القديم اللي انا مشتري بيه ولا حسب العرف ما ولا اتعامل معاه ازاي؟ فارق العيار 21 مليار 18 تاخذه منه. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لعلك بخير يا سيدنا. الحمد لله. بارك الله فيكم. نسال الله لنا ولكم حسن الختام وصالح الاعمال. يا رب امين. الله يرضى عليك. سيدنا لو سمحت قاتل النفس والزاني ان تاب الى الله سبحانه وتعالى لا شك ان تقبل توبته بموعد رب العالمين، اليس كذلك؟ والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب. طيب نعم، كيف يرد التائب هذا الحق الى اصحابه ان كان قتلا يعني لو تكلف لاهل المقتول لا يرضون بذلك وكذلك ايضا الله سبحانه قادر على ارضائهم يوم القيامه. احسن الله اليك. وعليكم السلام. عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. وياكم. أنا عندي سؤال. أنا دلوقتي أبويا وأمي منفصلين وهي مالهاش حد غيري أنا وأختي. فهل يجوز لي أنا وهي إن إحنا يعني أنا وأختي إن إحنا ناخدها ونسافر؟ إحنا في القاهرة وهنسافر مثلا تقريبا ساعة ونص بعربيتنا وهيكون لينا مكان مخصص لينا لوحدنا في الفندق. فهل يجوز ده ولا؟ والله إن كانت هناك ضرورة داعية إلى ذلك فعلتن مع الرفقة الآمنة. يعني احنا هنعملها عشان هي بس يعني طول السنه بتشتغل وما بتسافرش يعني فسحه يعني قصدي. وابويا بصراحه هيبقى صعب عليه ان هو يجي يوصلنا ويرجع تاني. يعني كلي انا واختي. وهي اخواتها مسافرين بره مصر. ف انا مش شايف في ضروره يا اختي راح المصيف. حاجه كده يعني. والله اقول لحضرتك يعني المصيف انت عارفه البلاوي اللي فيه يا اختي وعارفه القذورات. احنا عشان كده احنا بعيد عن الناس واخدين مكان لينا لوحدنا خالص احنا الثلاثه بعيد ان احنا على العموم انا قلت لك لا يجوز الا عند الضروره مع الرفقه الامنه. انت قدري ضرورتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ اتفضل. حضرتك كنت اجازت الشراء بكارت المشتريات بشرط مثلا عدم يعني زياده المده او الفوائد او الكل هو بدون فايده يعني. بالنسبه لو انا تاجر بقى هل يجوز لي ان انا ابيع للعميل بكارت المشتريات بس انا ما اعرفش هل هو هي مثلا هيلتزم ولا لا؟ هل هو هيدفع فوائد او لا؟ ممكن تبيع له ملك ليس عليك انت اشكال. تمام. الله يسلمك. بقاوم يا فتح عثمان حتى اصل الى راي الجمهور. ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ. نعم. الو. نعم. يا مولانا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب عايز اسال حضرتك سؤال معلش. خلاص يا عبد الرحمن السؤال ده انت اتفضل. بص حضرتك انا شغال تاجر تروسيكلات. وانا مقيم في اسيوط. ففي تاجر في القاهره انا بشتري منه وببعت له الزبون يروح ياخد من عنده التروسيكل بعد ما بخلص معاه مثلا. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لأن الحديث إنها عن بيع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم ضعيف بهذا اللفظ والصواب إنها عن بيع الطعام. فما دمت يعني أشتري منه أنا عادي وبعد ما أشتري منه بس ما بكونش اديته فلوس خالص بس اتفقنا على ده ما في مشكلة الفلوس دي مش إشكال. تمام.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك يا شيخ. الحمد لله. والدي عايز يقسم كل التركة بتاعته إلى هبة. نعم. هل ده يصح ولا يصح في تحايل شوية على الميراث؟ يصح إذا لم يكن هناك تحايل. يعني إذا كان هناك تحايل فالله أعلم بالنيات، الله يعلم المفسد من المصلح. وهو هو هو مش عايز يسيبنا للميراث وكل واحد يعني أو نضيع بعض، أو هو شاكك في الحتة دي بيننا وبين إخواتي. إذا كان خايف من مشاكل كبيرة ولا حاجة فله ذلك. هو عايز يقسم كل الميراث قبل وفاته لهبة ويساوي بين الولد والبنت. والله إذا كان يقصد الاحتيال على الشريعة لا يجوز له، ولا ننصحه بهذا التفصيل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا مولانا أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا مولانا كنت سمعت من حضرتك قبل كده إن فتوى بتقول إن الفيزا المشتريات حلال. المشكلة ايه سبب التحريم؟ يعني مش فاهم ايه سبب التحريم. تمام انا معاك، بس دلوقتي هو التقسيم بدون فوائد فيها برضه كنت سمعت حضرتك بتقول حلال. ايه هو؟ كان في التقسيم بدون فوائد من خلالها يعني. التقسيم بدون فوائد حلال من خلالها. طب بس في حاجتين جدد على الامر يا مولانا. اتفضل. بياخدوا حاجه اسمها مصاريف اداريه دلوقتي، يعني بيقول لك بس في مصاريف اداريه في الاول مثلا 160 جنيه. اذا تاكدنا انها مصاريف اداريه لا يجوز لنا يجوز الدخول فيها. طب من اين جاء نتاكد يا مولانا؟ هم المكتوب في الاوراق. لا هو مش مكتوب، هم بيقول احنا ناخد مثلا قسط المروحه دي على 12 شهر بنفس ثمنها، بس زائد 60 جنيه مصاريف اداريه. زكاه مصاريف اداريه حقا منصوص على انها منصوف ما يعني مصاريف اداريه لا باس. انا مش هيتحقق لي الموضوع بالضبط يعني. والله السلام عليكم. بارك الله في عمرك يا حسن محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. نعم. حضرتك الزواج من شخص على المذهب الاباضين. الزواج صحيح لكن غيره افضل. طب لو تم الزواج هل على ولي الزوج اسم ان هو رفض بس غلب الامر عليه وتم الزواج؟ يعني مش فاهم، يعني انت بتقولي ماذا الان؟ قلنا لك الزواج بالاباضي كمسلم جائز والاولى البعد عنه. بعدين هل تزوجتي بدون ولي ولا بولي؟ الولي ما صح ان ده ما يتمش، بس البنت خالفت. من الذي زوجك؟ انت زوجت نفسك؟ انت زوجت نفسك؟ لا لا هو مش انا، بس يعني هي زوجت نفسها ولا من زوجها؟ تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. شيخنا الجليل ابو عبد الله اخوك عمر من مثل عامل. اتفضل يا اخ عمر. الحمد لله السلامه يا شيخ عمر. السلام عليكم. السلام، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ مصطفى. اتفضل. والله عندي الوالد هداه الله، الرجال عنده سكر وضغط. وبعد؟ وما يحلف على امي طلبات كتير، يعني على اقل مساله ممكن يحلف عليها طلاق، اي شيء يحلف عليه بالطلاق. ولو ما عملتش الحاجه دي تكوني طالق، لو عملت الحاجه دي تكوني طالق. كفاره يمين. كفاره يمين. كفاره يمين. ايوه. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا شيخ، ممكن اسال سؤال؟ ممكن. التداول على النت، ابني يعني شاب كده ودماغه عايز يتداول على النت، يقول يا ماما انت بتتداول في العمله، فمش عارفه دي حرام ولا حلال. والله اني ما اعرف التداول في العمله على النت ازاي، مش فاهم. ايه؟ لا افهم ايه صوره التداول على النت بالعمله، ما افهمها. في برنامج يا شيخ
في برنامج يا شيخ اسمه الفوركس. الفوركس والله انا انصح تبتعد عنه لما في يعني. بس عايز اعرف من حته الحرام ولا حلال بس ما هو في صور محرمه لا شك. يعني الفوركس عايز تفصيل واسع، كلميني على الخاص اشرح لك التفصيل فيه. طيب نفع الله بك يا خي من الطحان محمد مشال ابو مريم سلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بشتري ملابس نسائيه وببيعها. وبعد الغلاف اللي على الملابس ديت فيه صور نساء شبه عاريه شبه عاريه. ايوه. ايه حكم بيع الملابس دي؟ والله إن استطعت أن تتقي هذا اتقيت، وما استطعت في البيع حلال. البيع حلال. شكرا جدا لك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام يا فضيلة الشيخ، كيف حالك؟ الحمد لله. ربنا ينفع بك البلاد والأبد يا مولانا. يا رب آمين. طبعا معك يا مولانا. مرحبا يا شيخ. الله يحييك. سؤال بس يا شيخنا، السؤال ده هو سؤالين في سؤال واحد. السؤال الاول بيقول انا بجيب جوابات من الاوقاف وباخدها مثلا للحجاج او المعتمرين اوزعها عليهم في السعوديه، بيروحوا يجوا بقى كرتونه مصاحف من مسجد النبوي والحرام، مسجد النبوي او المسجد الحرام بمكه، فبيقولوا لهم ده ممنوع توزيع تتحط في المسجد، بس احنا عندنا احتياجات ناس كتير بتاخدها معرفش بتضيع فين. السؤال الثاني، هل فعلا المصاحف دي راحت؟ عفوا عفوا، هم اشترطوا عليك ان تضعها في المسجد او لم يشترطوا؟ ايوه اشترط. المؤمنون عند شروطهم. اه المؤمنون طيب. عند شروطهم. طيب مكاتب تحفيظ الكتب تحتاج المصاحف دي يا شيخنا؟ لا لا، عارف المساجد ما يشترون مكاتب الاولاد يهينوا المصاحف يا شيخ طه. نعم. الطفل يشتري مصحف لكن حاجة جاءتك موقوفة على المساجد لا تبدلها. حتى لو المساجد سعر زيادة ماليش دعوة. مالك مسجد تاني، روح لمسجد آخر وثالث ورابع. طب اللي خد الجواب واتصرف فيه أنا ماليش دعوة بيه، اشتري وزره؟ أنت إذا كنت مساعد على الإسم والعدوان تتحمل. لا أنا مديله الجواب ماليش دعوة بيه، هو راح يجيب الجواب بمصاحف وخلاص. وأنت بتستلم منهم الكرتونة بيقولوا لك ممنوع التوزيع ده للمسجد. خلاص اللي يخلف هيقسم. اه انا ماليش دعوه يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخنا كان عندي بس السؤال دلوقتي، انا الحمد لله ربنا رزقني المولود اعمل عقيقه، بس بصراحه يعني مصر غاليه شويه. نعم. اشوف اي بلد افريقيه هنا من هم الجامعات اللي بتجمع في البلاد الافريقيه واعمل عقيقه هناك، فهل دي تجزي عليا ولا لا؟ لا أعيد لي السؤال. دلوقتي ربنا رزقني المولود وكنت عاوز أعمل عقيقة. كنت عاوز أعرف لو أنا طلعت فلوس للجمعيات اللي هي بتعمل العقيقة في البلاد أفريقية مسلمة، هل دي تجزئ ولا لا يجزئ؟ الأفضل في بلدك. وأما الإجزاء تجزئ. لكن لو طلعتها عملتها مثلا في حاجة في بلدك أفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا الفاضل؟ الحمد لله بخير. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت مدين بمبلغ حوالي 5000 أو 6000 جنيه. وعندي موتوسيكل. بس الموتوسيكل بحتاجه أحيانا، وحاليا في الفترة دي لو بعته برضه هخسر فيه. فهل الأولى إن أنا أقترض قرض لأن في حاجة شديدة لي، ولا إن أنا أبيع الموتوسيكل؟ إيه الحاجة الشديدة التي تجعلك تقترض بالربا؟ يعني ما الحاجة الشديدة التي تجعلك؟ اللي هو الدين يا شيخ، الدين، أصحاب الدين يريدون أموال. عندك موتوسيكل؟ فأنا بين الخيارين دول. بيعه هو أفضل وربنا يعوض. بيع الموتوسيكل بيعه أفضل وسدد الديون. جميل. الله يسلمك. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال حضرتك، عندنا في الصعيد في قرى بتعمل مولد لشيخ معين، عامل له مقام ويعملوا له أكل. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هو أنا كنت بشتغل في الشركة بس من البيت، المفروض إن الشغل ده 8 ساعات، فالمفروض إن أنا والمدير بتاعي بنقعد كده نقسم كل حاجة من الحاجات اللي هنشتغلها بتاخد وقت قد إيه، فهو بيحط مثلا تقييم للوقت المفروض أشتغله، فأنا أحيانا بخلص الشغل ده قبل الوقت المحطوط، هل مفروض أنا كده ده يعتبر يعني جزء مني إن أنا قدرت أخلصه بسرعة فمطلوبش شغل تاني؟ لا، ما تطلبش شغل تاني، مش هو قسم عليك قال أنت المفروض اليوم تعملي كذا كذا، عملتيه في وقت أقل لا بأس. طب هوضح حاجة، هو ده بالاتفاق ما بيني وما بينه، بس هو بيوافق على الوقت ده؟ ما فيش، مش هو المدير، أنت هل أنت تعطينه رشوة؟ لا خالص. خلاص، هو أضرب مصلحة العمل، أنا بخلصه قبله. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا سيدنا؟ الحمد لله بخير. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله سيدنا أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أنا في بلد تتبع المذهب الإبابي. طيب، أنا يعني أشعر بالخوف يعني من الصلاة خلف الإبابية. لا تترك الجماعة. لا تترك الجماعة. أي، إذا وجدت جماعة أخرى على السنة ألزم السنة، لكن لو لم تجد لا تترك الجماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. الله يبارك فيك. غدا بمشيئة الله أنت جايبنا يا مولانا؟ لا بنها، لا غدا. وأنا سمعتك في الدرس السابق. لا، في اتجاه آخر. لا. لا لا، لست في بنها غدا. لا غدا، أنت قلت لي. أيوة، انتقل لمكان آخر غدا، لأن المكان اللي احنا فيه عملون فيه صيانة بس. طيب، حفظك الشيخ، الله يحفظك ويبارك في عمرك. أحبكم نور الدين زار. أحبكم. مرحبا يا شيخ نور. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. نعم يا رب يا شيخنا. انا كان عندي كده مسألة كنت اسألك فيها. انا المفروض كنت مقدم على شوية الاسكان الاجتماعي من 2019، وبعد فجيت مؤخرا عرفت ان هي فيها يعني خلاص استلمها كمان سنة ان شاء الله، عرفت ان هي فيها شبهة ربوية، من ناحية ان انا لو اتأخرت ادفع غرامة، ولو انا اتعاقدت مع الشقة باخد مع البنك هو اللي بيدفع لي، يعني بيمول لي الموضوع ده. هل يا شيخنا دلوقتي هسيبها ولا شقق التمويل العقاري؟ لا مش تمويل عقاري، طبعا الاسكان، طبعا الاسكان الاجتماعي اللي انا البنك بيروح معروفه من زمان انها لا تجوز. لكن هل انت دفعت فلوس ويصعب عليك استرددها او ماذا؟ لا انا اعرف استرجعها عادي، بس يعني انا ما عنديش مصدر دخل ثاني يخليني اجيب شقه تمليك دلوقتي. والله لا استطيع اقول لك، هذه لا تجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أسأل الله أن يجمعنا في الجنة يا رب. يا رب أمين. تفضل. عمر معك. تفضل عمر. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ في بقرة. نعم. في بقرة يا شيخ عمر، في بقرة. العقيقة تكون عن الولد سبعان وعن البنت سبع والأضحية سبع. طيب وإذا يعني لو كان أكثر من مولود جائز؟ ما هو بحسب، كل ولد سبعان والبنت سبع واحد، وعلى هذا فقس. يعني ممكن يعني لو بقرة تكفي تجزئ؟ عن كم ولد وكم بنت يا شيخ؟ ولدان وبنت. نعم، تجزئ. طيب جزاك الله خير يا شيخ. وياك يا شيخ عمر، نراك الله يحفظك. ولك في القلب العزة والله. الله يبارك فيك ويحفظك يا شيخ عمر. غفر الله لي ولك، غفر الله لي ولك. يا رب يا رب. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظ الله ولا شيء. اتفضل، الله يحفظكم.
في سؤال كده، دي واحده ست كبيره كانت متجوزه الاول وخلفت واد وبنت، واتطلقت من جوزها واتجوزت واحد تاني وخلفت منه اربع اولاد. ماشي. فهي توفت برضه تاني دلوقتي، فورثها من جوزها التاني يتقسم على الاولاني بس ويتقسم على كل اولادها. ماشي. هو اولادها بيقولوا انها قعدت في مره قبل كده هي كان معاها مبلغ من المال يعني بعد ما اتجوزت التاني، فبيقولها انت الفلوس دي عوضها للاثنين الولد والبنت اللي هي الاولانيين، قالت لهم عشان ما يجوش بعد كده ياخدوا في حق ابوكم ايه؟ لا لا الكلام غير معتمد. ماشي، معاك ورق بكده؟ لا هي كانت بتتكلم قاعده كده. لا 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 السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا يا شيخ. اهلا بك ومرحبا. يا ربنا يحفظك يا رب. حضرتك انا مصاب بالبروستات، عندي مرض في البروستات. الله يعافيك. الله يعافيك يا رب. دلوقتي انا بنزل مني قطرات بول على فترات متباعده مش ورا بعض. انا عايز اسال عن حكم الطهاره بالنسبه لي واصلي ازاي، وحكم الشرب الدم. هي كلما نزلت ابوال نقض الوضوء والزمت بغسلها او غسل السراويل. طب حضرتك لو هي نزلت وانا ما شفتهاش ما عليك شيء، وحتى مثلا لا شيء عليك، اتوضا اتوضا بس ولا وضوء عليك اذا كنت متوضئ، انك انت ليس عندك يقين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخنا الحبيب لم اكمل سؤال والخط فصل يعني. ممكن حضرتك، انا عندنا في الصعيد بيعملوا مولد لشيخ معين كل سنه وبيعملوا اكل وشرب اليوم. في ناس معتاده ان هي تعمل اكل وشرب في اليوم نفس اليوم ده. فهل يجوز ان الناس اللي بتروح لهم دي تاكل من الاكل ده او من الاكل ده؟ مولد ولا ايه؟ هو مولد لشيخ معين. والله يا اخي الموالد دي والعياذ بالله يعني عندها شرك بالله كثير، لا تذهب اليهم. الله يسلمك. انا مش هذهب، بس انا عايز حضرتك يبقى في يعني حتى لو تفصيل لايجاز للناس عشان ننشر المقطع ده والناس تستفاد. لعل اجيبك في وقت اخر وانا هادئ شويه، يعني مرهق الان شويه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه الشيخ لو سمحت عايز اسال حضرتك على فوائد بنك فيصل الاسلامي. كل البنوك سواء، طلعت تلتين كل البنوك سواء، كل البنوك سواء. طب انا دلوقتي عامل معايا شيخ لان انا نصحته كتير وهو مش بياخد بنصيحتي. وانا ماذا اصنع؟ خلاص لا اسمع عليك انت، اسمه على نفسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير. بشتري وببيع اسهم في البورصة. الشركات اللي بشتري فيها اصل نشاطها حلال، ولما باجي اشتري براجع القوائم المالية للشركة طبقا لمعيار اسمه هيئة المراجعة الاسلامية اللي هي الايوفي، بتنص ان نسبة الاقتراض في الشركة ما تزيدش عن 30% ونسبة الايرادات ما تزيدش عن 5%. هل المعيار ده يعني متوافق مع الشريعة الاسلامية ولا انا كده يعني؟ وبطلع نسبة التطهير يعني النسبة الحرام دي بعمل نسبة تطهير كل سنة. والله يا شيخنا انا احب انك تبتعد عن البورصة لوجه الله، لوجه الله ابتعد عن البورصة، لان سعر السهم ليس معروفا لديك في الاصل كم هو السعر الحقيقي الفعلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله فيك يا اخي حمد خليل. الله احسن الله اليك. واليك يا رب. الله يرضى عليك. والدي بارك الله فيه راى في بيتنا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فما تاويلكم؟ يقظه ولا مناما؟ تماما. ان شاء الله لعل العدل يكتنف بيتكم ان شاء الله. اللهم امين. طيب لو تكرمت يا سيدنا الله يرضى عنك ويبارك فيك. لماذا يكرهون الشيعة علم الله ما يستحقون امير المؤمنين؟ ممكن حضرتك تطيل النفس شويه توضح قدره، ان الموضوع مزعل ده مزعلني قوي، لان انا بحب امير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه.
بس الكلام مش ينفع الآن. حتى ولو نبذة بسيطة الله يرضى عنك، لأنه والله يقولون يعني يقولون إن يعني ما الذي فعله أمير المؤمنين كي حتى مع طول العهد وطول المدة أن يتكلم عنه بهذا الكلام السيء؟ سأقول لك يعني رضي الله عنه وأرضاه ورفع الله مقامه في الجنة. آمين. اللهم آمين. هم يرون أن الشيعة يرون أن أهل البيت أحق بالخلافة، وأن عمر وأبا بكر وعمر ترك النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعد الموت وذهب وجمع الخلافة لأبي بكر، هذا من أسباب حزنهم من عمر. وأيضا في هذا الصدد قالوا إن الرسول قال هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فرفض عمر ذلك وقال حسبنا كتاب الله. والعباس قال قريبوا للرسول لا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا الحديث، فطردهم النبي بسبب ذلك. فيرون الشيعة بلا مستند أنه كان سيوصي بالخلافة لعلي، لكن كل هذه أشياء ليست يعني لا أقول ليست بصحة لأنها صحة الأسانيد، لكن ليست هي الأسباب التي تستجلب العداوة. وللحديث موطن آخر أطول لأننا مرهق أفتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. الحمد لله بخير. بنحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. هو سؤال تسألني وفي فعل يعني وأنا استنكرته، فمحتاج أخذ رأي حضرتك فيه. لا تفضل. في امرأة ضربت امرأة أخرى، والامرأة دي ما كانتش تقدر على رد الضرب فاستأجرت أخرى لرد الضرب، فهو أنا مستنكر الفعل، فلقيت الشخص بيقول لي وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به عوقبتم به، فده صح ولا إيه؟ إذا كانت ضربت يعني ويقينا أنها مظلومة. هي بتقول مش قادرة تاخد حقها منها لأنها يعني إيه وصلة مثلا في البلد وكلام من ده، وعائلتها كبيرة يعني، فاستعانت بواحدة تانية استأجرتها يعني لرد الضرب ده. إذا كان على قدر المظلمة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير يا رب لك الحمد. الحمد لله. حضرتك كنت عايز اسال بس على سؤال في فودافون كاش. هو حضرتك دلوقتي انا المفروض ان انا شغال خدمات فودافون كاش، الاخ بيجي مثلا يحول فباخد على الالف جنيه 10 جنيه، الاوقات بعض اجره التحويل. طيب تمام. بعض الإخوة ساعات مثلا يكلمني على الهاتف ويقول لي إيه حول الألف جنيه وأنا أجيب لحضرتك الألف وعشرة بكرة إن شاء الله. ماشي لا بأس، أيضا ما دمت ستأخذ نفس العمولة. هي نفس العمولة، بعد أسبوع بعد 10 أيام هي نفس العمولة اللي باخدها. ما في مشكلة. جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم. سؤال حضرتك هو كل قصود الأخير اللهم يعلم سيدي محمد ومن دار مصلى على محمد. اللهم نعم اللهم صل على محمد. يعني ما هو سيدنا؟ لا ما وردش كده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكذا التبريك. أما سيدنا لم ترد في هذا الموطن، وإن كان الرسول هو سيد ولد آدم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أحسن الله إليكم. وإليكم الله يحفظكم. طلبين يا شيخ مصطفى لو سمحت. تفضل. أن تدعو لي بالتوفيق وبزوجة صالحة إن شاء الله. الله ييسر أمرك ويوفقنا وإياك لكل خير ويرزقنا لك ذرية صالحة يا رب. اللهم من الدعاء الثاني لطلب الثانوية العامة عامة. الله ييسر أمرهم واسمعنا عنهم كل خير.
من أحسن الله إليك يا شيخنا ومتعك الله بالصحة والعافية. ولك بمثل. الله يسلمك. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخنا أهلك في صحة كذا حديث. اتفضل. إن أحد من التابعين جاء إلى حذيفة رضي الله عنه فقال إنه وقع في نفسي شيء من هذا القدر فحدثني بشيء لعل الله يصيبه من كل. أكمل المتن يا شيخ؟ لا معروف صحيح. طب حديث كمان يا شيخ لو سمحت. نعم حديث. طب معلش يا شيخ استفسار بسيط، هو ليه ايه سبب ان الناس قاموا على سيدنا عثمان رضي الله عنه في زمن الخلافة؟ من اسباب ذلك اولا عثمان رضي الله عنه كان حييا جدا، فكان ناس من اقربائه يطلبون ان يؤمرهم فيستحي ويجعلهم امراء، فأفسد هؤلاء في الأرض، أفسد كثير منهم في الأرض، فرجعت هذه على عثمان رضي الله عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى. نعم. سمع حبيبي بس كان عندي سؤال كلام معلش. اتفضل. جزاك الله خيرا. ودلوقتي كان في واحد مثلا ظالم أو كده، فجينا كنت قاعد أنا مع اثنين قرايب وكده، فبيقولوا إن ده ربنا مش هيغفر له وكده، فأنا بقول لهم يا إخوانا ما ينفعش تقول إن على واحد ربنا مش هيغفر له. صح. فقالوا لو تاب يغفر له ماشي، لكن حبوب العباد دي هيتحاسب عليها في الاخر، الظلم اللي ظلمه. لا نستطيع ان نجزم لاحد من اهل الاسلام بجنة ولا بنار الا الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يكرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك شيخ مصطفى بارك الله فيك؟ الحمد لله، الله يسلمك. ادام الله عليك نعمه العافيه. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يليه يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال. ضعيف. والله ضعيف. حتى لو كان في صحيح مسلم يا شيخ؟ لا ليس في صحيح مسلم، من الكذاب اللي قال لك في صحيح مسلم؟ صراحة البطاقة التي أمامي تقول أنه في صحيح مسلم. لا 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 ليس في صحيح مسلم. تمام يا شيخ، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك يا شيخنا، انا كنت مسافره السعوديه وكان حصل بيني وبين زوجي وكده يعني خناقه، وكان تشاجر يعني فيها وكده، وكان خرج عن شعوره وقال لي لما تروحي طالق، فمش حالي ان انا لما اروح كده اليمين وقع. بنشوف لما تروحي ارد عليه، لكن اذا كان يريد الرجوع نقول له كفر كف، يعني لازم اسمع منه اللفظ اللي قاله يا اختي بالضبط. خلاص ماشي يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. الحمد لله. حضرتك انا عندي وسواس في النيه. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الممكن ان تعالج نفسك عند طبيب. بص الجنابة يا شيخ في الصلاة في انا قلت لك في الاوائل كده ممكن تعرض نفسك على طبيب أمراض عصبية مع الدعاء. شكرا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك يا شيخ. نعم. بارك يعني ما رأيكم في زوجة تبلغ 70 عاما وزوجها أكبر منها بسنتين كده، كانت تخدمه الحمد لله لاخر الوقت، ولكن صحتها وعمليات والى اخره ادت لي انها لا تستطيع. فقال لها من ضمن الكلام ان انا مش مسامحك او مش بدعي لك، ابنك سايباني. والله لا يكلف الله نفسا لا وسعها. سايباني. هي تركته
بإذنه لأسباب يعني. على كل حال حتى لو لم يكن بإذنه ربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم نعم نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت الشيخ. نعم. معي مبلغ 100,000 جنيه. لو انا 100,000 جنيه اللي شغلتها في الذهب بحيث ان انا مثلا جبت سبائك ذهب سبيكه مثلا او اثنين وبعتهم، هل دي حرام او هل انا ال 100,000 جنيه دي عليها زكاة؟ لا عليها زكاة طبعا. لا عفوا، 100,000 جنيه استنى كده، جرام الذهب بكام الان؟ ب 2200 تقريبا كده. 2000 جنيه ما بلغت النصاب، زكاة سبيكة ب 100,000 لم تبلغ النصاب. يعني ما لهاش زكاة. ما لهاش زكاة. شكرا يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ محسن أبو العطاء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ حديث حذيفة لا تعلمه. ها؟ حديث مدر. نعم. حديث حذيفة ماله؟ عبد المؤمن إلا تتنوه. والله ما سامع بهذا القدر يا عبد الرحمن. أكتزئ وأعتزل للإخوة إن شاء الله درسنا في الليل بإذن الله كما هو، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.